نواب في البرلمان العراقي يتخوفون من هذا القانون ويقولون بأنه سوف ينهي إلى حد ما موازنة الدولة. تقديرك؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفكم الكريم من عمان. الله محيي. طبعا العراق مو العراق فقط، احنا بدنا نحكي ابعاد الامن الوطني. ما هي ابعاد الامن الوطني؟ البعد السياسي، البعد الاقتصادي الذي يتكون من الزراعه والصناعه والتعدين والتجاره ورؤوس الاموال. البعد الاقتصادي اللي حكينا عليه، عندنا البعد العسكري والبعد الاجتماعي. طبعا قلنا على راسها كل هذه الابعاد هو الامن الغذائي. ذن الابعاد اللي حكينا عليها الاربعه والخمسه ان من اجل الامن الغذائي. طبعا احنا في هذا الوقت اللي احنا اليوم بيه ليس وقت اعتيادي، انما طبعا احنا اليوم العالم باكمله مرتبك واحتمال كبير جدا لحرب عالميه. على الدوله تامين الغذاء فقط، الغذاء والدواء. على الدوله مره لا اكرر تامين الغذاء والدواء، ترك كل المفاصل. وايضا نرجع مره اخرى الى موضوع شد الاحزم، لان موضوع بيتحمل اكثر من اللي نحكي به. موضوع قرب جدا الحرب العالميه وبدات شعلتها. فعلى الحكومه العراقيه قد يسمعون، على الحكومه العراقيه اللي ما تمتلك لحد الان مراكز بحوث. فانا من الناس اللي دائما بالمراكز ادخل مراكز بحوث دوليه واعرف شو راح يصير بالعالم وبالاخص بالعراق. العراق اللي هو حاد الايراد فقط، عندنا النفط وما عندنا ايراد اخر، بعدين لا عندنا صناعه ولا عندنا زراعه ولا عندنا تعدين ولا عندنا كل الامور ما عندنا، بالاضافه الى سكن، عندنا محتاجين سكن ومحتاج. المهم احنا يجب ان نذهب الى حلول سريعه وفوريه جدا. نأمن اول مره الغذاء، هاي المبالغ اللي خصصت 35 تريليون دولار، انا ما اعرف وين راح تكون هالضياعات هاي بها. المهم يؤمن الامن الغذائي لفتره لا تقل عن 3 سنوات. لأن الموضوع موضوع طويل لا ينتهي طبعا بأيام ولا بأشهر. الموضوع موضوع أكبر من الحجم اللي هم يفكرون به. هذه المبالغ اللي خصصت افترض تخصص فقط للغذاء والدواء، مرة لا أكرر للغذاء والدواء. نستبعد نرجع مرة ثانية، احنا يجب علينا أن نكون نسد حاجة البلد. رب العالمين وفق السنة، طبعا النفط عندنا راح يصعد اليوم 120 واحتمال يوصل ل 200 أو قيل للألف دولار يوصل. فبما انه هذا طبعا اكيد راح تتزايد تصعد وياه كل المواد الغذائيه، مو فقط المواد الغذائيه، كافه الامور الاخرى الاستهلاكيه.